اندلعت مواجهة عنيفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دهمت مخيم ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعدة آليات وجرافات عسكرية. اقتحمت قوات الاحتلال حي الهدف قرب مخيم جنين وهدمت جرافاتها العسكرية نصبا تذكاريا لأحد الشهداء، كما هدمت جرافات الاحتلال أسوار مقبرة الشهداء غرب مخيم جنين بالتزامن مع إطلاق نار كثيف يستهدف القوات المتوغلة في المنطقة الغربية من المخيم. بالتزامن داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق ومدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وشنت حملة اعتقالات تخللتها عمليات لتحقيق ميداني وتفتيش للمنازل تزامنا مع اندلاع مواجهات.